بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، هو فقرة جديدة مع بيان لي كومبخوندر. طبعا نتكلم عن هذه النسخة ولا نتحدث عن النسخة الأولى. طبعا إذا سنستأنف مع هذا الكتاب، سنرى في هذه الفقرة لي بليزيغ دو لا نيج. لي بليزيغ دو لا نيج، طبعا عادة نتكلم عن لو بليزيغ، نقول مثلا جي لو بليزيغ دو فو رونكونتري، انا عندي الرغبه في لقائكم، انا عندي الرغبه في لقائكم، المقصود انني مسرور بلقائكم. اذا طبعا لو بليزيغ هو نتكلم عن اللذة. اذا هنا نتحدث عن لو بليزيغ دو لا نيج، لذة مشاهدة تساقط الثلج ثم اللعب بالثلج مثلا. اذا نتكلم عن لي بليزيغ، طبعا هنا نتحدث عن كلمة جمع. إذا نتكلم عن لي بليزيغ كما نتكلم عن رغبات. إذا لي بليزيغ دو لا نيج كما نقولون رغبات الثلج. سي ليفير، إنه فصل الشتاء. طبعا عادة نتكلم عن 4 سيزون. إذا دون لاني إليا 4 سيزون. دون لاني أون 4 سيزون. إذا في السنة هناك 4 فصول. أون ليفير يعني فصل الشتاء، لو برانتون فصل الربيع، ليطي فصل الصيف، اي لوطون فصل الخريف. لو سيال اي غري، اذا السماء رماديه. نتكلم هنا عن لو سيال كلمه مذكره، لذلك نقول هنا اي غري ولا نقول اي غريز في حاله المؤنث. مثلا نتكلم عاده عن لا كارت غريز. لا كارت غريز نتكلم عن البطاقه الرماديه المعروفه طبعا الخاصه بالسياره. إذا نتكلم عن لا كارت غريز، طبعا نضيف هنا أ. هنا نتكلم عن كلمة مذكرة اللي هي لوسيال، إذا طبعا نتكلم عن غري، لوسيال إي غري. إذا السماء هي، نتكلم هنا عن إتخ، جو سوي توي إلي. إذا هو، إذا نتكلم عن هو، نتكلم عن السماء هنا. السماء رمادية، لو فون إي ميشون، لو فون إي ميشون، كوم ألو. إذا نتكلم عن الريح، كما نقول أنه شرير. لو فون اي ميشون، كما نقول بان الريح شرير. كوم الو مثل ذئبين، مثل ذئبين. إل مور لي دوا دي جون، إل مور لي دوا دي جون. إذا هو يعض أصابع الناس. طبعا نتكلم عن هذا الفصل الشتاء حيث يكون الريح بارد جدا. نتكلم هنا عن برودة قارصة. إذا نتكلم عن ريح قارص، إذا إل مور. طبعا هنا نتكلم عن لو فيرب موردغ. موردغ يعني انك تعض. هنا il mord، اذا كما نقول هو يعض لي دو دي جون، يعض اصابع الناس. il mord les oreilles، il mord les oreilles. اذا هو يعض الاذنان. طبعا هنا عندنا هو يعض الاذان. et le bout du nez، et le bout du nez. طبعا le bout المقصود به هو طرف الشيء. le bout هو طرف الشيء، كما تنقولوا احنا بالدارجه القنت. هنا عندنا القنت ديال الانف، كما نتكلم عن نهايه الانف. هو يعض الاذنان، طبعا هنا يعض الاذان بمعنى اخر. ليس هناك مثنى في اللغه الفرنسيه كما نعرف. اذا هناك المفرد والجمع. هنا نتكلم عن الاذنان بصيغه الجمع. il mord les oreilles، اذا هو يعض الاذنان بمعنى اخر. et le bout du nez، كما انه يعض نهايه الانف. جيروم اي مادلين روغارد طومبي لا نيج. إذا نتكلم عن جيروم اي مادلين، نتكلم عن الطفل جيروم اي مادلين، ثم نتكلم عن البنت مادلين روغارد طومبي لا نيج، أنهم يلاحظون. عندنا هنا لو فيرب روغاردي، جيروم اي مادلين روغارد، إذا هم ينظرون طومبي لا نيج، سقوط الثلج. طبعا طومبي هي سقط، ولكن كما تنعرفوا بأن الأفعال في اللغة الفرنسية تأتي عادة بهذا الشكل كما لو نقول لتدل على المصدر بالمقارنة باللغة العربية. أما في اللغة الفرنسية فهذه الأمور تفهم على حالها. إذا جيروم إي مادلين، إذا جيروم ومادلين روغار طومبي لا نيج، أنهم ينظرون سقوط الثلج. كما نقول أنهم ينظرون يتساقط الثلج. كوم سي بو، كم هو جميل. تو سي فلوكون، كل هاد فلوكون نطلقه على قطع الصوف الصغيرة. طبعا كما تنعرفوا بأن الثلج يسقط على شكل هذه الهيئه، على شكل قطع الصوف. تو سي فلوكون كي توربيون،
كل هذا القطع الصوف كما نقول بمعنى آخر نتكلم عن قطع التلج كيتوربيون التي تنزل في دوران كيتوربيون. طبعا نتكلم هنا عن لو فيرب توربيوني اي سوبوز دوسمون ثم تنزل ببطء. طبعا نتكلم هنا على لو فيرب سوبوزي. عادة نتكلم على لو فيرب بوزي. الأستاذ يقول لكم مثلا بوزي لي زاردواز. بوزي لي زاردواز يعني ضعوا الألواح. هنا نتحدث عن لو فيرب سوبوزي، إذا نتكلم عن أشياء تضع نفسها. إذا هي تضع نفسها، إذا نتكلم عن هاد القطع التي تنزل في دوران اي سوبوز ثم تضع نفسها دوسمون بهدوء أو بشكل هادئ سور لا تيغ على الأرض. بوغ ميو فواغ من أجل النظر بشكل جيد. بوغ ميو من أجل كما نقول أفضل أو بشكل أفضل. فواغ النظر النظر. إذا من أجل نظر بشكل أفضل. بوغ ميو فواغ. جيروم أبلاتي صوني سور لا فيتر. طبعا جيروم أنه يضع أبلاتي. نتكلم هنا على لو فيرب أبلاتيغ. نتكلم على لو فيرب أبلاتيغ. تجعل شيئا منبسطا. جيروم أبلاتي أنه يبسط كما نقول صوني. يبسط أنفه سور لا فيتر على زجاج النافذة. بيانتو تو إي بلون يعني قريبا الكل أبيض. أودور يعني خارجا في الخارج. بيانتو تو إي بلون. أودور يعني قريبا الكل هو كما نقول أبيض. أودور يعني خارجا بمعنى آخر بأن كل شيء سيكون أبيضا في الخارج خارج المنزل. طبعا ألوغ جيروم دي جيروم يقول إذا جيروم يقول جو سور فير دي بول. جو سور فير دي بول أنا أخرج لأفعل كريات. عندنا هنا لو فيرب سورتيغ أون لو فيرب سورتيغ. جو سور طبعا في البريزون مصرف في البريزون. جو سور فير أنا أخرج لأفعل دي بول أفعل كريات. إي أن بون نوم إي أن بون نوم ثم أصنع رجلا دوناج من التلج. إي أن بون نوم ثم رجلا دوناج من التلج. جيروم برون دو لا نيج. طبعا عندما خرج جيروم إذا هو يأخذ التلج. جيروم برون دو لا نيج. جيروم يأخذ من التلج. جيروم برون طبعا عندنا هنا لو فيرب بروندر دو لا نيج يأخذ من التلج. إي أون في أون بول ثم يفعل منه. اي اون في ثم يفعل منه كما نقول ان هاد اون تتعني منه. اي اون في ثم يفعل منه اون بول ثم يفعل منه كره. بوي ايل في ثم هو يفعل بمعنى اخر هو يجعل. ثم هو يجعل غولي غولي يعني يجعل يتدحرج. سات بول سات بول دوفون لوي ثم يجعل تتدحرج هذه الكره دوفون لوي أمامه. إذا طبعا جيروم يأخذ من التلج ثم يصنع منه كرة ثم يدحرج هذه الكرة أمامه ثم يعمل على تدحرج هذه الكرة أمامه. إذا كما عندنا هنا بوي إل في غولي سات بول دوفون لوي ثم يعمل على دحرجات كما نقول سات بول هذه الكرة دوفون لوي أمامه. ثم طبعا عندنا هنا بالأحمر إذا أو مونطان نتكلم عن فصل الشتاء في الجبال. نتكلم عن فصل الشتاء في الجبل. نو كومبرونون يعني نحن نعرف. نو كومبرونون نحن نفهم. طبعا عندنا هنا لو فيرب كومبروندر فعل فهمة ومنها كلمة لا كومبريونسيون. لا كومبريونسيون يعني الفهم. إذا نو كومبرونون نحن نفهم. كو سي ليفير كو سي ليفير. إذا طبعا من خلال بعض المؤشرات نحن نفهم كو سليفير بأنه فصل الشتاء. باسكو تو اي اونيجي لأن الكل اي اونيجي كله مثلج. طبعا نتكلم عن المثلج ليس المقصود به بالدرجة الأولى بأن الكل في برودة ولكن المقصود به هنا بأن كل مناطق يغطيها الثلج. إذن باسكو لأنه تو اي اونيجي الكل متلج المقصود عليه تلج أو عليه تلوج. اي اوسي باسكو وأيضا لأنه. ثم علينا أن نكمل ما هي المؤشرات الأخرى التي ننظرها لنعرف بأنه سليفير. ب
بأنه فصل الشتاء. طبعا هناك الثلوج، هناك رياح قارصة، هناك عدة أمور أخرى تظهر بأن هناك فصل الشتاء. طبعا هذا كله انطلاقا من الجبل، انطلاقا من الساكن في الجبل. ثم عندنا هنا طبعا نتكلم عن لو فريسون، جسم الإنسان يرتعد. ثم الإنسان يصدر صوتا للتعبير عن شدة البرودة، إذا طبعا يقول هكذا كوم لا نيج إي فخواد، كوم لا نيج إي فخواد، كم الثلج بارد، كم هو الثلج بارد، بمعنى آخر كم هي الثلوج باردة. دو طون زون طون، من وقت لآخر، جيروم سوفل سور سي دوا بور لي ريشوفي، من وقت لآخر جيروم ينفخ على أصابعه بور لي ريشوفي، من أجل تسخينها. أميزور كو لا بول غول، أميزور كو، طبعا لا ميزور المقصود بها هو القياس. إذا هنا عندنا عبارة، طبعا هنا عندنا عبارة تقال هكذا أميزور كو، بمعنى آخر كلما، بمعنى آخر كلما. أميزور كو لا بول غول، كلما الكرة تدحرجت، كلما الكرة تتدحرج. طبعا عندنا هنا لو فيرب غولي، أحيانا نتكلم مثلا عن اون فواتور كي غول، نتكلم عن السيارة أنها كما نقول تتدحرج، المقصود أنها تسير، والذي يتدحرج فيها طبعا هي العجلات، العجلات هي التي تدور لتسير السيارة. كل شيء يحدث بهذا الشكل ممكن نصفه بهذا الفعل، نتكلم عن لو فيرب غولي. اون موطو كي غول، طبعا نتكلم عن دراجة أنها تسير، لأنها تسير على عجلات، ممكن نقول اون فواتور كي غول، نتكلم عن سيارة أنها تسير بهذا الشكل. إذا نتكلم هنا عن أميزور كو لا بول غول، كلما الكرة تتدحرج إل غوسي، إذا هي تكبر. طبعا نتكلم عن غوسيغ، غوسيغ هذا فعل كبر، إل غوسي هي تكبر. نقول عن شيء بأنه كبير أو ضخم نقول عنه غو، في المؤنث نقول غوس، لا فواسي غوس، ها هي ضخمة. كوم إن مارميت، طبعا مارميت كما نرى في الصورة. إذا نتكلم عن آنية من الأواني طبعا نطبخ فيها، إذا تسمى إن مارميت. سو سوغا لو فونتخ دي بونون دو نيج، سو سوغا لو فونتخ دي بونون دو نيج، دو نيج، إذا هي ستكون سو سوغا، إذا نتكلم عن هاد الكرة الضخمة سو سوغا، أنها ستكون لو فونتخ، ستكون هي كما نقول بطن دي بونوم، بطنو الرجل دو نيج، الرجل الذي سيصنع من الثلج. إذا طبعا أنا سأصنع رجلا من الثلج، وهذه الكرة الضخمة ستكون بطنه. جيروم بيك دون لابول دو باطون، إذا طبعا جيروم أنه يغرس، قلنا لو فيغ بيكي، جيروم بيك، جيروم أنه يغرس دون لابول، دون لابول، يغرس في هذه الكرة التي ستكون طبعا بطن الرجل. جيروم بيك دون لابول دو باطون، إذن هو يغرس في هاد الكرة دو باطون، يغرس عصيتان سو سوغون لي دوبا، إذن ستكون ذراعيه سو سوغون، نتكلم عن العصيتين نقول عنها سو سوغون، إذن نتكلم هنا عن الجمع. أما عندما نتكلم عن كرة فهي واحدة نقول عنها سو سوغا، سو سوغا، سو سوغون. إذن هنا نتكلم عن اثنان، طبعا نقول سو سوغون لي دوبغا، سيكونان الذراعين، إذا هاد العصيتين ستمثلان الذراعين بالنسبة للرجل المصنوع من الثلج. بوي إل غول إن بول بلي بوتيت كيل بلاس سوغ لا بخوميييغ، بوي إل غول إن بول بلي بوتيت كيل بلاس سوغ لا بخوميييغ، بوي إل غول إن بول بلي بوتيت كيل بلاس سوغ لا بخوميييغ، بوي إل غول إن بول بلي بوتيت كيل بلاس سوغ لا بخوميييغ. ثم هو يدحرج إن بول بلي بوتيت، إذا هو يدحرج كرة بلي بوتيت أصغر، بلي بوتيت أن أصغر، أصغر من ماذا؟ أصغر من الأولى التي جعلها طبعا بطن الرجل المصنوع من الثلج. كيل بلاس، إذا هو يدحرج كرة صغيرة، كيل بلاس التي سيضعها سور لا بخوميييغ، على الأولى، سيضعها فوق الأولى. سيت بوتيت بول سوغ لا تيت، سيت بوتيت بول سوغ لا تيت، هذه الكرة الصغيرة ستكون الرأس. جيروم دحرج كريتين،
الكرة الأولى كبيرة طبعا جعلها بطن الرجل، ثم دحرج كرة أخرى صغيرة جعلها فوق الأولى لتمثل رأس الرجل. إذن لكي لا نطيل نستأنف الفقرة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.